طيب وابدا حلل الدايره دي. بص ده اتفقنا اليوم الامن خلاص اكيد مفيش كارنت بيمر هنا. تبدا تشوف بقى عندك ثلاث مقاومات تمام، مقاومه واصله بالفي سي ومقاومه واصله بالفي ريفرنس ومقاومه واصله بالجراوند، وعايز تجيب جهد النود اللي في النص ده. تجيبها ازاي؟ بالنود الاناليسيس. تقدر تجيبها بالنود الاناليسيس. ان انا افرض النقطه دي زي ما فرضناها كده اديناها رمز زي في اتش مثلا. تبدا تقول بقى والله الكرنت اللي هنا اللي ماشي في مقاومه ار واحد بيساوي ايه؟ في اتش على ار واحد. تمام؟ نعملها مع بعض. هنقول هنا كرنت اي 1 وده هنسميه كرنت اي 3 وهنا اي 2. Thank you.
في نقطة بس بقولها، إن أنا عندي تو ليفلز مش كده؟ في هاي وفي لو. الفي هاي بتحصل عند الفي سي سي بتساوي عند في أوت بيساوي في سي سي. يعني الكلام ده بيحصل آت في أوت إيكوالز في سي سي. لما يحصل بوست في ساتوريشن في الأوت. يعني لما جولد البوست بيكون أعلى من جولد النيجاتيف. تمام؟ والفي ال بتحصل لما الفي أوت بيساوي نيجاتيف في سي سي. أو لما جولد النيجاتيف تيرمينال هو اللي يكون أعلى من جولد البوست. طيب. فبالتالي يبقى هنشيل في اوت هنا ونحط مكانها في سي سي. ادينا الاضافه دي بالظبط. والفي ال بتساوي نيجاتيف في سي سي. بقيت كمان زي ما هي لان نفس التحليل بالظبط. مفيش حاجه اتغيرت غير ان الكونت نفسه هو اللي اتغير بتاع الاول. فبالتالي نفس الاضافه عندي. قصه ماشيه كالاتي. لو تخيلنا مع بعض انبوت سيجنال، لو هنرسم ايه؟ الانبوت سيجنال. وتعالوا نرسم خليهم يعني نعزلهم عن بعض. هنقول ان ده جهد الانبوت. تمام؟ ونفس التحديد بالظبط في جهد الاوت. عشان نشوف ايه اللي بيحصل. في الاول افرض اي وضع عندك، افرض ان الانبوت بتاعك بزيرو. خلاص؟ الفي هاي قيمة بوست. فلما نيجي نقارن زيرو هنا وقيمة بوست، مين الأعلى؟ بوست. يبقى بالتالي الفي أوت هيطلع إيه؟ بوست في ساتوريشن، بوست في سي سي. وبالتالي من تحليلنا هيبقى عندي الجهد هنا عبارة عن إيه؟ في اتش. تمام؟ هيبقى الجهد هنا في اتش. يبقى الفي أوت الفي إنبوت الأول بزيرو. يبقى هنا الاوت بتاعي ايه؟ البوستيف في سي سي. واصلا بس الرسم شويه. هنا نيجاتيف في سي. فالاوتبوت واخد الشكل ده طول ما الانبوت بيزيد. امتى الاوبريشن امبليفاير يبدا يغير حالته من ان هو مطلع بوزيتيف ساتوريتد اوت لنيجاتيف ساتوريشن؟ لما جهد الانبوت يعمل ايه؟ يبقى اعلى من جهد البوست تيرمينال، صح؟ اللي هو حاليا ثابت عند في اتش، مش كده؟ مظبوط؟ فاول ما تزيد الانبوت بتاعي هيفضل يعلى كده، يعلى وممكن يبقى في نويز، تمام؟ اول ما يتخطى الفي اتش ويعلى عنه ولو بوينت 1 مللي فولت ولا حاجه، ابص الاقي ايه اللي حصل؟ بقى جهد الانفرتنج تيرمينال هو اللي اعلى. فبالتالي الاوبريشن امبليفاير مطلع نيجاتيف في سي سي. خلاص؟ يقلب. يبقى اول عند اللحظه دي ابص الاقي الاوتبوت بتاعي بدل ما هو كان بوست في سي سي، ابص الاقي قلب لنيجاتيف في سي سي. واصبح الكومبير دلوقتي بما ان الاوتبوت نيجاتيف في سي، يبقى بص الاقي الجهد ده بقى كام؟ في ال. خلاص اصبح ان انا الليفل اللي كنت بقارن بيه اختلف. تمام؟ الاوتبوت اختلف والليفل اللي كنت بقارن بيه بدل ما بقارن بفي اتش اصبحت بقارن بايه؟ بفي ال. الميزه في القصه دي ان لما يحصل نويز زي ما قلنا عمال انا اطلع وانزل فوق الفي اتش مفيش فرق خلاص، ما بيتاثرش لان الليفل اتنقل بقى في ال. فمش هيحصل اي تغير غير لما الانبوت يبدا ينزل عن الفي ال ولو بحاجه بسيطه. اول ما يحصل الكلام ده ابص الاقي الاوتبوت بتاعي قلب من ايه؟